مرة سافرتي عشان تشتغلي لوحدك؟ يعني لما دخلت مجال الإعلام سافرتي؟ سافرت لندن بعد الجامعة على طول. يعني أنا اتخرجت خدت شهادتي طلعت على الطيارة. أول أسبوع كان عامل إيه؟ كان أصعب، مش أسبوع، أنا أصعب شهرين قضيتهم في حياتي. أنا عايزة أقول لك، أنا يعني جت عليا فترة بعد ما يعني ما رجعت من هناك ما بقتش بحب لندن. يعني الناس كلها مش عايزة أروح لندن. إنك كنت حاسة بغربة؟ قاسية قوي. أه يعني كنت لسه صغيرة وأصحابي والنادي ولسه مخرجة من الجامعة، فلسه أنت بتكون نفسك كبني آدم وعلاقاتك، وفجأة أنا ما اشتغلتش في مصر، أنا اتخرجت على لندن. فروحت فجأة أنت مسؤول عن نفسك، تاخد مرتب شهري، أنت في البيت بتروح بابا هات فلوس. طبعًا. في أكل وماما عاملة أكل. ماما عاملة أكل، في بنت بتنظف البيت، في عربية تحت رجليك، تخبط العربية هيصلحوها، أنت فاهم يعني كل حاجة كانت بسيطة. لفجأة أنت رحت مسؤول عن مرتبك، تاخد مرتب شهري، مسؤول عن بيتك، مسؤول عن هتجيب إيه تحطه في البيت، سوبر ماركت ناقص البيت إيه، أنت فاهم التفاصيل. مسؤول هتروح الساعة كام؟ انا قعدت تقريبا اول 10 ايام بعيط ويعني الناس كلها ترجعي؟ الناس لا ما فكرتش ارجع، لان في حد يفوت فرصه زي دي؟ لا طبعا. فكله اللي هو بابا كان فرحان جدا بان دي فرصه انك تشتغل في احدى المحطات العربيه، اصلا كان مكرها لندن، فانت يعني جات لك فرصه عمرك، في ناس بتقعد سنين ما بتجلاش. فرحت وانا رايحه حاسه ان انا وبعدين البلد كمان كان فيها حاجه مضايقاني كئيبه شويه في لندن. لا بلد ضباب وشتا كتير ومطر، وانا كان مش بتاع عجوزة. مطر بالظبط، انا كبرت هناك، اتعرفت على كل الناس اكبر مني في السن، يعني انا كنت لسه صغيره لسه متخرجه من الجامعه، وبعرف ناس اكبر مني ب 15 سنه مقيمين هناك وعايشين ومخلفين، فانت كل قعدتك كبرت. فين اصحابك بقى بتوع النادي وفين الخروجه؟ مفيش ده، ومسؤول عن مواعيد تصويرك ومسؤول عن نفسك وانت اللي هتوسع كام وهتخلص كام، بخلاف ان انا هناك تدريبات كانت صعبه قوي، والاديت انت اللي بتعمله لنفسك وانت اللي بتحدد التايم كود بتاع كل حاجه، فكان في شغل تقيل. فانا كنت حاسه ان انا ايه اللي جابني هنا، انا عايز ارجع لاصحاب. قعدت سنه ونص، وحاسه ان انت السنه ونص دي شكلت في شخصيتك دلوقتي كتير. وعلى فكره انا بشجع جدا ان اي ام لو ابنها او بنتها جالها سفر تسافر، لانها شكلت في شخصيتي كتير. يعني اولا انا كبرت اكبر من سني طبعا، وعشت مع ناس اكبر من سني، خدت ثقافه، بس على فكره فادتني. يعني انت بتقعد مع ناس اكبر منك بتاخد خبرات اخرى وبتسمع حكاوي تانية، وبتقعد مش قاعدين بقى في النادي نتكلم. انا ما بقتش بروح نادي من بعديها، ما دخلتش نوادي ولا بقعد في كافيهات، ما بعرفش، ما بقتش دي حياتي خلاص، كبرتي قوي. الساعه بالنسبه لي ليها قيمه، الشخص هقعد معاه ده هضيع وقتي ولا هنستفيد؟ يعني الكلام بنبسط لما برجع اقول انا قعدت مع فلان اتكلمنا، باخد من ثقافته وبيديني اكسبيرينس جديده. فحياتي كلها اختلفت، فلما رجعت بقيت اعرف اصحاب اكبر مني، يعني اصحابي اللي في سني مش عارفه اتعايش معاهم. مين الشخص اللي قعدت معاه انبهرتي من الشخصيات الكتيره اللي سجلتي معاها واللي انت اتعاملتي معاها؟ لا كتير قوي على فكره، احنا عندنا ناس عباقره يعني. طبعا على عصام استاذ داوود عبد السيد عشان تبقى عارف، يعني ده انا عارف ان انتوا العلاقه الفنيه بينكم كبيره قوي. يا ريت علاقه فنيه، علاقه انسانيه وعلاقه ثقافيه جدا، لان هو انت بتبص للحاجه بطريقه وهو بيشوفها بشكل تاني، منظور تاني خالص، فانت بتحس ان انت ما شفتش الحاجه اصلا، انت ما شفتهاش. يعني انت على فكره انت كنت بتبص لها من حته صغيره قوي، هو بيبص لها مجسمه شويه، فبتشوف تفاصيل يعني، عنده احساس عالي قوي. استاذ انسي بوسيل برضو على فكره انا بحب اقعد معاه جدا برضو على فكره، اتنين هم تركيبه تقعد معاهم ما يحصلكش زهق، ما تقولش انا مش عايز امشي، قولوا كمان يعني اتكلموا، حتى لو بيتكلموا في شغل انت بتاخد اكسبيرينس، بتفهم في حاجات جديده عليك. استاذ جمال عدل على فكره انا بحبه طبعاً جدا، واثر في شخصيتي كتير. انا يسرى على فكره على المستوى النفسي والانساني اثرت فيا، طاقه ايجابيه تمشي على قدمين ما شاء الله عليها، انا مش عايزه اقول بحسدها، انا قلت لها بتمنى اكون انت، يعني شوف واصل معايا لايه، ان انا اكون بهذه الطاقه والحب والعطاء والابتسامه. لا انا ساعات احنا ما بنعرفش نبتسم الابتسامه اللي هي سعيده طول الوقت، يا رب يا رب يحفظها وتاتش ويد عليها يعني.